السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مزة الطبخ. لأول مرة في اليوتيوب أو على اليوتيوب غتلقاو وصفة ديال البطاطا يوفن أو البطاطا الريفية. مقادير بساطين اللي غنحتاجو فيهم: بطاطا على حسب الكمية، واحد الضرس ديال التومة، شوية الملحة وشوية ديال البزار. ما كاين ولا أسهل، رائعة بزاف ومذاقها لا يوصف. كتهنيك من الغداء الخفيف أو العشاء الخفيف بالنسبة للبنات أو للعيالات اللي عندهم الخدمة وما كيلقاوش متسع كبير باش يوجدوا غداء اللي هو يعني كياخد الوقت بزاف. بالنسبة للطريقة ديال التقطاع ديالها سهلة وبسيطة، فقط كنحاول نقطع البطاطا على حسب يعني بحال الأشرطة أو لا شرائح اللي يكونوا غلاضين بلا ما نوصل لتحت، ماشي مشكل. ومن بعد كنحاول نقطع بطريقة مائلة كتكون رقيقة، يعني الموس كيبان تحت من ديك البطاطا. خاص يكون رقيق وهذا هو السر ديالها، يعني ما خصهاش تكون غليظة، تكون فعلا رقيقة رقيقة بزاف. صافي، انا هنا قطعت البطاطا ووريتكم كيف كتكون رقيقة بزاف بالنسبة للعرض ديالها او للسمك ديالها. بنفس الطريقة غنقطعهم كاملين، وكذلك داك التوم غادي نحيدو داك الوسط وغادي نخلط كل شيء. وغنضيف لهم شوية ديال الملحة وشويه ديال البزار. بالنسبه للثوم ممكن تستغناو عليه، ولكن هو كيعطي واحد المذاق رائع. فقط فص ثوم واحد، وبالبطاطا على حسب البطاطس على حسب الكميه ديال الناس اللي عندكم. هنا كذلك البزار ممكن تستغناو عليه، فقط كتستعملوا غير الملحه والثومه. غنحاول نخلط هذا الخليط شويه مزيان، وغادي نوضعوه في مقلاه. الطياب ديالها كياخد من التقطاع ديالها عندها 3 ديال الدقائق، والطياب ديالها عندها 10 دقائق، يعني في ربع ساعه كتكون وجدتو اكله زوينه. وبالنسبه للدراري فعلا غتكون زوينه وكتعجبهم. بالنسبه فواحد المقلاه اللي تكون ما كتلصقش، وضعت شويه ديال الزيت، زيت نباتيه عاديه. غنخلط هذا الخليط مزيان حتى يندمج، وغادي نصبو في هذا المقلاه هذه. بطبيعه الحال المقلاه خاص ضروري يكون عندها غطاء، وهذا هو السر ديال الطياب ديالها، لانها ما كطيبش بلا غطاء، وانما بالغطاء ضروري خاصها غطاء. بزاف اللي كيقول كاين وصفات غاليين، وهذا هذه ما كتحتاج حتى شي حاجه، فهي وصفه سهله وبسيطه واي واحد ممكن يستعملها. ممكن تخليو حتى ولادكم يعاونوكم في المطبخ ويستعملوها معكم. ضروري خاصني نغطيها، وخاصها تطيب على النار اقل من مهيله. في الاول كنديرها النار مهيله، ولكن من بعد كنردها اقل من مهيله وكنخليها تطيب على البخار. وبالنسبه للمده ديال الطهي ديالها قلت لكم 10 دقائق كتكون كافيه ليها كما كتشوفوا، او لربع ساعه على الاكثر. صافي، انا غنقدمها في صحن ديال التقديم. ضروري خاص المقلاه تكون ما كتلصقش، وغادي نحيدها من هاد المقلاه هذه وغنوضعها في صحن ديال التقديم بطريقه عاديه. انا كنقدمها مع مرافقات ماشي بوحديتها. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، والى اللقاء وصفات اخرى ان شاء الله.